لكم من جديد مشاهدينا والأخبار ومنوعات اليوم. خلينا نشوف ايش عندنا اليوم. أخبارنا من حول العالم. أول خبر لناقدة فنية سوت دمرت عمل فني بقيمة 20,000 دولار. تخيلوا، يعني تعرضت هذه الناقدة الفنية لانتقادات حادة بعد ما أتلفت بطريق الخطأ، يعني ما كانت قاصدة أبدا، عمل فني زجاجي قيمته 20,000 دولار. كيف سوت هي؟ بس حطت علبة سودا فوق هذا العمل، فجأة العمل يطيح وتفشفش في الأرض زي أنتم شايفين في هذا الفيديو. طبعا المعرض الفني كان في المكسيك، وبعدها حاولت الناقدة الفنية الاستخفاف بهذا العمل الفني، فوضعت علبة الصودا أعلى وتسببت في سقوطه. صراحة ما عندي تعليق أبدا. خلونا نشوف الخبر الثاني. صراحة مرة عاجبني. ليش؟ لأن مو كل المزح ممكن يتقبله في حياتنا، وأحيانا لما تمزح حقيقي هذا المزح ممكن يسبب لك مشاكل كبيرة جدا. مزحة تتحول إلى جرم في مترو موسكو. ألقت الشرطة الروسية القبض على شاب حاول إثارة الذعر في نفوس الركاب في مترو موسكو بعد أن تظاهر بأنه مصاب بأعراض فيروس كورونا. الشاب دخل عادي، دخل القطار فجأة. إيش سوى؟ طبعا دخل أول شيء لابس كمامة، وبعدين بدأ بالتظاهر بالإعياء الشديد أنه مرة تعبان وجالس يرجف، فأثار الذعر في نفوس جميع الركاب اللي كانوا متواجدين على هذا المترو. بعد كذا تم إلقاء القبض عليه، وجهت للشاب اتهامات بإثارة الشغب وسيتم تحويله إلى المحكمة عما قريب. صراحة يستاهل. يعني في مسح ممكن الناس يتقبله، في مسح لا. يعني جاي تمزح في كورونا، امزح في اي شيء ثاني غير هذا الفيروس يا جماعه. الله يبعدنا عنه يا رب العالمين. الى خبر ثالث، وابل تستجيب لنداء الشيخ حمدان المكتوم. اظهر مقطع فيديو مشهد طريف جدا لولي عهد دبي الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عندما نادى على الابل باسمائها فاستجابت له وهو جالس داخل سيارته. وبين الفيديو الابل وهي تهرول إليه عندما يناديها بأسمائها، فيما قامت إحداها بتقبيله. خلونا نشوف الفيديو مع بعض. هذا هو الفيديو. عمار، عمار، تعالي عمار. تعبنا. شوف تعبنا. فارس، مال فارس. وين عمار؟ سيزقر عمار. لا خلي عمار تيجي. يلا عمار. عمار تعالي 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 عمار. تعالي 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 ماشي. إلى فن من نوع آخر. رجل العلكة أعجوبة الرسومات الصغيرة على جسر للمشاة في لندن. انكب الفنان بن ويلسون على إتمام اللمسات الأخيرة لإحدى إبداعاته، مادتها العلكة الفقاعية. طبعا الرجل كان بيتجول في العاصمة البريطانية خلال السنوات 15 الأخيرة، وهو بيعيد نحت قطع العلكة التي يلقي بها المارة. ويقول ويلسون انه يحاول عمل طائش الى شيء ايجابي. يعني صراحة ما اعرف ايش العادة هذه للناس وهي تاكل علوك واللبان ويرموها في الشارع، فكان هذا المنظر كثير يضايقه، فحاول انه يخلق منه فن وابداع من نوع مختلف، ويجلس يرسم ويلون على هذه العلكة الملقاة الارض كنوع من أنواع الفنون، وبيحول شيء طائش إلى إيجابي، نوع من الفن مختلف. طبعا هذه كانت آخر أخبارنا، ولكن من الأخبار إلى فقرة